اهلا حضرتك ورور يلي حكاني خالك عنك انه بدك استاذ الدروس الخصوصية. ايه صح. يا اهلا تفضل يا ابني تفضل. شو عنا بالاول؟ جغرافيا. قصدك جغرافيا. ايه صح. ماذا يحد لبنان؟ ايه يحد لبنان من الشرق روسيا. قصدك سوريا. ايه صح. ايه ومن الجنوب طلفسين. قصدك فلسطين. ايه صح. ومن الغرب الحبر المتصوت. البحر المتوسط قصدك. ايه صح. ايه بس يا ورور ما بنقدر نكمل هيك بكره بتسقط بالامتحانات. ايه صح. ايه ولك حاج نازل فيي. صح 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 الفوز مزبوط. إيه نعم. طيب ما هي عاصمة لبنان؟ تيروب. تيروب؟ شو عم تعمل لبن يا ابني؟ تيروب. او بيروت الفوز صح. بيروت عم تتمرق علي. طيب ما هو الجبل الذي يحد لبنان وسوريا وفلسطين؟ وما هي المزارع اسم المزارع على سفحه؟ ايه 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 جبل الخيش ومزارع بشعة. ولا انت بيك خيش وامك بشعة. ولا شو هالخليفي انت؟ بابا تعا اشفي. حضرتك ابوه؟ ايه نعم. ابنك عم يتمرق علي عم بكفشل الحكي تكفشل. بيروت صارت تيروب وصار عنا جبل الخيش ومزارع بشعة. شو بتريدني اعمل له؟ اتركه فكان اعمل له حشحوس. خد حارتك. فهمت بابا رورو؟ رورو او ورور مين عم يلفظ صح؟ حروزة اكيد. لا سامحونا.